مشاهدينا الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، حياكم الله في حلقة جديدة من برنامجكم برنامج ديوان الصحافة. راح نتناول ونشوف معاكم بإذن الله تعالى أبرز وأهم الأخبار اللي طلعنا بها صحفنا المحلية اليوم. مشاهدينا الكرام، يعني اليوم الثلاثاء العناوين ركزت على شؤون محلية بالإضافة طبعا إلى بعض الشؤون الإقليمية والدولية. الشأن المحلي طبعا اليوم يمكن الأبرز كان هو اجتماع مجلس الوزراء. مجلس الوزراء تحدث ويعني استنكر اتهامات نائب وزير الخزانة الأمريكي اللي اتهم فيها وزير العدل والأوقاف بدعم الإرهاب. اليوم المجلس استنكر هذا الأمر وجدد الثقة بالوزير ورفض هذه الاتهامات جملة وتفصيلا، والتي يعني ليس عليها أي دليل. بالإضافة مجلس الوزراء يعني هناك تعيينات في مسألة وكلاء، كذلك يعني ترقيات أكثر من منصب اليوم راح نشوفها موجود في اجتماع مجلس الوزراء تم إقراره وراح نشوفها بعد قليل. بالإضافة طبعا لا زال موضوع علاوة الأولاد ويعني التنسيق النيابي والكلام بين الحكومة وبين المجلس حول هذا الموضوع اليوم هو يخضع لاهتمام صحفنا المحلية ومهتمة فيه، وهناك الكثير من العناوين الأخرى المتنوعة سواء في الشأن المحلي أو كذلك الشأن الإقليمي أو الدولي راح نشوفه بعد قليل وراح بإذن الله تعالى نناقشها ونحاول أن نحللها. راح يشاركنا كالعادة الأخ محمد العجمي بقراءة وتحليل صحفنا المحلية، حياك الله أخ محمد. حياك الله أبو محمد، كذلك نرحب بالمشاهدين الذين انضموا إلينا في هذه الساعة وفي هذه اللحظة. والكل يعلم بأن دائما يعني قبل الجلسة يعني حاول قدر المستطاع أن الصحف تناور وتحاور وتبحث على يعني القضايا التي تدغدغ يعني المواطنين، وبالتالي أعتقد اليوم نحن الآن مقبلين على جلسة سيطرح فيها تقرير علاوة الأولاد، وهو تقرير يعني قدم على استحياء. وبالتالي اليوم الصحف تتحدث بأن العلاوة يعني يا أن تبقى يا أن تزاد على 25 يا أن تزاد 15، وفي كل الحالتين هي لن تكون تلك المرضية يعني إقدام النواب وإقدام يعني أغلب يعني ما كان في اللجنة المالية حول هذه القضايا. كذلك كان هناك لدينا عناوين عن مجلس الوزراء وما يعني كتب وما يعني تحدث عنه يعني بعض الجانب الأمريكي حول وزير الأوقاف الدكتور نايف العجمي. كان هناك يعني اجتماع لمجلس الوزراء حول هذه القضية. في كل الحالتين اليوم الصحف يعني بينت يعني وعنونت حول قضايا عدة كان أبرزها علاوة الأولاد وعودة علاوة الأولاد إلى تلك العناوين في هذه الصحف وفي هذه الحلقة وفي هذا الموضوع. نجد بأن يعني الجانب الأساسي لعلاوة الأولاد يعود مرة أخرى ولكن يعني بنفس العناوين وبنفس النسق. فبالتالي اليوم يعني حول القضايا وحول يعني جانب علاوة الأولاد لم يكن هنالك عنوان لديه القيمة أو عنوان فعلا كان له جانب أساسي لأن يكون خبر فعلي، لكن جلسة الثلاثاء تتحدث عن علاوة الأولاد. نعم، راح نناقش كل هذه العناوين بإذن الله تعالى. راح ناخذ نذهب بجولتنا المعتادة، نقرأ العناوين وبعد ذلك نعلق عليها. نذهب للشاهد اليوم الثلاثاء ونشوف أبرز عناوين الشاهد. رئيس وزراء روسيا زار القرم، أنتم جزء من دولة قوية، وعد سكانها بزيادة الرواتب والإعفاء من الضرائب. أمراء المناطق بالسعودية استقبلوا المبايعين لولي ولي العهد. رغم المواقف المتباينة البلدين لافروف وكيري، حل سياسي للأزمة الأوكرانية. وزيارة تاريخية للرئيس الصيني للاتحاد الأوروبي، والصانع الأمريكان لم يتهموا جمعياتنا الخيرية بالإرهاب. الهاشل يعرض العملة الجديدة الأحد، وثلاث ملايين سبعمية ألف خسائر وربة، وأربع مليارات ملكيات عائلية تتحكم بالبورصة. الإبراهيم لا استيراد للطاقة من دول الخليج، والهويدي نائبا لمدير هيئة الشباب. تجديد الثقة بوزير الأوقاف، وأبل متى يواجه وزير العدل تزوير الأحكام. مجلس أعلى للطيران برئاسة الكندري والشؤون تحل جمعية الشفافية اليوم. الكندري للحمود أخرج من خندق المحسوبيات. والصبيح 1,827,000 وافد عربي ومسلم في الكويت. أردوغان حان الوقت للقضاء على أتباع جولن. وصراع الكتل الكبيرة عطل مشروع المترو 10 سنوات، الكلفة قفزت من 150 مليونا إلى 6 مليارات و500 مليون.
التربية لن نوقف التغذية في المدارس، والحربي خدمات الإسعاف الجوي خلال 6 أشهر، والموارد البشرية كلفت فريقا لإعداد البديل الاستراتيجي. أغرب عملية سحر بالكويت عبر الهاتف المرعب، والمضحي محمية الجهراء شبه منتزه يسمح للزائرين بدخوله. السيسي يتجول على دراجة بشوارع القاهرة، والبورصة تواصل مسلسل الخسائر، والكويت يسعى لضرب الجيش السوري. هذه مشاهدينا هي أبرز عناوين الشاهد. أخ محمد، يعني من أبرز الأخبار اليوم اللي طالعنا بها صحفنا المحلية، والشاهد هو تأكيد وتجديد الثقة من مجلس الوزراء بوزير الأوقاف، واستنكاره للاتهامات التي دون دليل التي قدمها أو اتهمها نائب مساعد وزير الخزانة الأمريكي. تعليقك على هذا الأمر؟ أعتقد يعني ما ذكر في حق الوزير، يمكن احنا ذكرناه بأن هنالك أمر ذكرته، يعني هذه أو التوجه الأمريكي حول قضية الإرهاب، وجمعت بين الإرهاب وبين يعني مد المعونات، وبالتالي اليوم الدكتور نايف حجاج لم يقدم يعني إلا معونات، ولم يكن هنالك طرفا في هذه القضية. وأنا يعني يمكن ذكرناه بأن تتبع يعني حسابه الشخصي تجد بأن الشخص يعني يحث على أن تكون هنالك يعني جوانب خيرة، وهو دافع من جانب شرعي ويذكر الجوانب الشرعية، وهو يعني شخصية يعني قدم حتى بفتاوى تكون ذو وسط، لم تكن هنالك يعني انسياق أو كما انساق في بعض المشايخ حول قضية يعني الدعم السلاح وما شابه ذلك. اليوم مجلس الوزراء فعلا كان له جلسة، وأعتقد يعني من الجلسات المهمة التي ذكر فيها بأن الكل يحارب الإرهاب، والكل يعني يتحدث على جانب الإرهاب بالشكل الذي يعني يرى بأن يكون خطر عليه أو على الدول المجاورة. بالتالي اليوم وزير الأوقاف كان بعيد كل البعد عن هذه القضية، واليوم اجتماع مجلس الوزراء كان يعني يثمن دور الدكتور نايف حجاج وما قام به في السابق من دور خير، كما ذكرت أعتقد وزيرة الشؤون في السابق حول هذه الجمعية وتقديمه الجوانب، وأن الاتهامات الموجهة للعمل الخيري الكويتي غير صحيح. ويعني هو ما أكدته وزارة الشؤون يعني حول أو بعض رجالاته من ضمنهم وزير العدل وزير الأوقاف الدكتور نايف بالإرهاب أنه تصريح غير متزن، وعلينا عدم الاستماع له، لأن الاستماع لأي أمور سلبية سيعود بنا إلى الوراء، ومن اتق الله يجعل له مخرجا. ويعني هذه الكلمات كان يعني هو كان في جمعية الرحمة العالمية، وذكرته يعني الوزير الصبيح في هذا الافتتاح. نعم، ننتقل طيب إلى جريدة القبس ونشوف أبرز العناوين. الحكومة الزيادات حققت هدف علاوة الأولاد، والصالح الاعتماد التكميل للرواتب 608 ملايين دينار. فريق مشترك يدرس البديل الاستراتيجي للسلم الوظيفي، والحكومة تجدد الثقة بالوزير العجمي، رفضت الاتهامات الأمريكية. الدوسري مديرا لهيئة القوى العاملة، والهويدي نائبا للشباب والرياضة، والخضر نائبا لرئيس الأركان، وتعيين 4 قياديين في الشؤون. المجلس الأعلى للطيران برئاسة الكندري. عقود تحديث الكويتية للمجلس، الوزير يطلب إيداعها في الأمانة العامة، والبنك الدولي 40,000 موظف حكومي يكشفون عن الذمة المالية. أزالوا مخيماتهم وتركوا مخلفاتهم. الشؤون وقف انتخابات شفافية وتعاونية القادسية غدا. أردوغان الفائز لخصومه ستدفعون الثمن، والليرة التركية تتحسن. هذه تقريبا هي أبرز عناوين جريدة القبس. أخ محمد، يمكن عقدت اللجنة المالية تعلق في موضوع ما يسمى البديل الاستراتيجي للسلم الوظيفي، ويبدو أن هذا الأمر لا زال يعني مكانك راوح، لا نعلم مصير هذا الموضوع يعني بين الحماس الحكومي وبين الترئيس النيابي حول هذا الموضوع. أنا أعتقد يعني يمكن ديوان الخدمة جعل بعض القضايا، أعتقد أنه جعلها قضايا جدلية.
يعني منها سلم الوظيفي، منها المرتبات، منها حتى تقنين الرواتب، قضية يعني التقاعد، هذه قضية أصبحت قضايا جدلية لم تحسم أمرها. يعني لماذا لا يكون هناك خط متوازن؟ لماذا نجد أن هنالك جوانب في الدولة فيها الميزان مقلوب أو المثلث يعني مقلوب؟ لماذا لا يكون هنالك دراسة جادة للتخطيط لكذلك ماذا يمنع الشخص العامل يعني أن يكون له رواتب، وكذلك بما يميز بما لا يميز يعني موظف عن موظف، المهندس في الكهرباء غير المهندس في الأشغال. وبالتالي أعتقد أبو محمد بأن هنالك الكثير من القضايا يعني التي تحتاج الى 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 دراسه، والى يعني اذا وضفنا اضافنا علاوه الاولاد لا نقل اهميه عن اضافه كذلك الميزات الوظيفيه لهؤلاء. فاعتقد بان السلم الوظيفي والتنقل الوظيفي والامتيازات اصبحت بالمحسوبيه واصبحت بالواسطه، حتى اصبح ذلك الفساد ينخر. لماذا الموظف لا يعطي من امره؟ لان هالقضيه يقول انا اتعب ليش؟ بالاخير واسطه راح تجي. السلم الوظيفي لم يحقق فعلا، أو الدراسات هي عبارة عن دراسات وهمية، وبالأخير يأتي الفيتامينات فيتامين الواو هو الذي يعمل في هذه الجزئية. وضعوا سلم لم يضعوا، وضعوا امتيازات، هناك وزارات محسوبة تغرد خارج السر، وزارة النفط، هيئة الاستثمار، ديوان المحاسبة، الموظفين فيها موظفين بروفيشنال يعني في آي بي، وش اللي لماذا لا يكون لإغطاء وظيفي في هذه الجزئية؟ كذلك التقاعد أصبح عندنا مشكلة، وبعد وضع القانون يعني أصبح هنالك مشكلة. فلماذا لا ندرس من جميع النواحي؟ أول شيء الميزات الوظيفية، ثاني شيء المرتبات، ثالث شيء حتى لا يكون هنالك يعني إجحاف حق على حق. يعني موظفين يصل رواتبهم موظف يعني 2000 دينار أو 3000 دينار، وموظف يصل معاشه إلى 700 دينار، وين الميزان في ذلك؟ فبالتالي أعتقد يعني لابد أن يكون هناك دراسة واضحة، ويكون هنالك جوانب تضع حدود واضحة من بداية من ديوان الخدمة. هل ديوان الخدمة يؤدي الغرض المطلوب منه في هذه الجزئية؟ هل فعلا هنالك دراسات، أو لماذا يوظف ديوان الخدمة لقياسات ووضع يعني تقارير، لكن في الوزارة تأتي الأمر مخالف على قرار ديوان الخدمة؟ طيب أجل ليه ديوان الخدمة ألغوا شيلوا؟ يعني هو مثلا مدير في وزارته لكن في ديوان الخدمة مسمى غير مختلف. هذه الأمور التي يختلف عليها الكل، بأن لماذا لا يكون هناك قرار جرير من مجلس الوزراء؟ ماذا يحدث في ديوان الخدمة؟ وماذا يحدث في جميع الوزارات؟ لماذا لا يكون هناك مسطرة وتعاقب فيها الوزارة التي تتخذ المسطرة هذه؟ يعني شخص ما يأتي ممنوع في ديوان الخدمة يأخذ رئيس قسم، بينما هو في وزارته مدير منتدب. صحيح. إيه جميع مميزات المدير فيه. صحيح. مو هم ان ديوان الخدمه المدنيه يكون مسمى بهذا الطريقه او غير. ما هني المصيبه، ان ما دامك انت يا وزاره ما تهتم بديوان الخدمه، اغلقوا ديوان الخدمه هذا، ما كنا فيه. لكن بالنسبه للتقاعد مسمى الرسمي راح يكون عن طريق ديوان الخدمه المدنيه مهما يكون، يعني أنا سيبقى موظف يعني. انا بين لك نعم. يعني هو خلاص استقل هذه الوظيفه. نعم. بالاخير احنا نرجع الى الجوانب، لماذا لا يكون هناك هيكل؟ وكذلك في الترقيات. محمد يعني ياتي عندنا الترقيات بالبرشات. اليوم موظف، السنه الجايه رئيس قسم، بعد سنتين ثلاث سنوات ما يمنع يصير مدير مراقب. مدير لازم 10 سنوات. نعم. لكن المراقب ما يمنع في أي لحظة، وتعال حطه بالانتداب إلى ما لا نهاية. إذا وقف قال حنا نحطه مدير منتدب، خلي نجدد فيه لين نقول بس. هذا اللي قاعد يصير. نعم. طيب ننتقل إلى جريدة الصباح ونشوف عناوينها. مجلس الوزراء جدد موقف البلاد الثابت من رفض الإرهاب بكل أشكاله وسعيه الدائم لمكافحته، وأكد الاتهامات الأمريكية لوزير الأوقاف مساس بالكويت. نتعاون مع جميع الدول الشقيقة والصديقة والمنظمات لمواجهة الإرهاب وتجفيف منابعه والقضاء عليه. كل النشاطات التي يقوم بها الوزير تأتي ضمن الجهود المشهودة للكويت في نطاقها الخيري والإسلامي، تقديم العون والمساعدة لكل محتاج في كل أصقاع هذه البسيطة، التزاما بإسلامنا الحنيف وتعاليمه السمحاء، تفعيل المراسلات الإلكترونية بالوزارات والمؤسسات لسرعة التواصل وإنجاز الخدمات الحكومية. عنوان آخر، زيادة العلاوة وهيكلة الرواتب أكبر اختبار لمستقبل السلطتين. لجنة الموارد كلفت فريقا لإعداد دراسة مشروع البديل الاستراتيجي لأجور موظفي الدولة.
التجنيس والاتصالات وحماية المستهلك وإجراءات العقارات وأوضاع هيئة أسواق المال تتصدر جلسة المجلس اليوم. العسان لوزير الأسكان: ما أسباب استمرار انخفاض صافي أرباح بنك الائتمان؟ ودويسان يقترح تجريم المقاتلين في الخارج أو من يجمع التبرعات لهم. الصبيح: الاتهامات الموجهة للعمل الخيري الكويتي غير صحيح. والإبراهيم: الزور الشمالية مرت بكل القنوات الدستورية والقانونية، وأبو لدينا خبرة ستسهم في إيجاد أفضل الحلول للقضية الإسكانية. السعودية تشيد بحكمة صاحب السمو في إدارة القمة العربية. هذه كانت عناوين جريدة الصباح. أخ محمد، نرجع لمجلس الوزراء من جديد. مجلس يطالب بتفعيل المراسلات الإلكترونية بالوزارات والمؤسسات لسرعة التواصل وإنجاز الخدمات الحكومية. طبعا ملينا احنا نتكلم عن استخدام التكنولوجيا بالنسبة لي يعني بين الوزارات، وكذلك تقديم الخدمات للمواطنين عن طريق التكنولوجيا الحديثة، ولكن لا حياة لمن تنادي. لقد أسمعت لو ناديت حية، ولكن لا حياة لمن تنادي. للأسف طالما اختيار القيادات بهذا الشكل، قيادات ديناصورات موجودة منذ السبعينات ومنذ الثمانينات لا تعرف التكنولوجيا، والمشكلة يطالبون هذه القيادات أنها هي التي تطور ويعني تنفذ وتستخدم التكنولوجيا في إدارات العمل وتقديم الخدمة للمواطنين أو حتى بالمراسلات بين الجهات الحكومية. هم أساسا لا يعرفون هذه التكنولوجيا ولم يستخدموها، وهم على 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 قولة المثل عطمام المرحوم على النظام القديم، على النظام الورقي، ويعززون هذا النظام شيئا فشيئا. الآن يعني قرروا قانون ما يسمى الحكومة الإلكترونية والتعاون الإلكتروني، وكنا نتساءل يعني هل فعلا القيادات الموجودة في أجهزة الدولة قادرة على تنفيذ هذا القانون؟ هي أساسا ما تعرف، غالبيتها كثير منها لا يعرف هذه التكنولوجيا ولا يستخدمها، شلون راح يتعامل في هذا الأمر؟ يعني ضربنا مثال في دول الخليج وكذا. اليوم مجلس الوزراء يجدد، واضح أن هناك يعني سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر مبارك يعني عنده الحرص في الجانب وعنده هذا الهاجس، ولكن يبدو المشكلة طبعا في القيادات الموجودة اللي مو قادرة تنفذ وتترجم يعني أمنيات وطلبات مجلس الوزراء. يا جماعة طبقوا التكنولوجيا، استخدموا التكنولوجيا في المراسلات بينكم. معقولة من وزارة لوزارة كتاب يقعد له 3-4 شهور على ما يوصل، وعلى ما يرجع 3 شهور ثانية، وكله ممكن عن طريق بيوم واحد عن طريق شبكة بين الوزارات وانت الأمر. كذلك الخدمات الحكومية إلى الآن تقدم جوازات جنسية، بطاقة مدنية، شهادة ميلاد، إلا روح على وزارة التربية والطلبات الموجودة على جميع الأمور، لا زالت على الأمور الورقية. والله عطني صورة البطاقة المدنية، عطني صورة الجنسية، عطني، ولازم المراجع والموظف يأتي والمواطن يأتي لهذه الجهة، ويبهذلون 7 يعني دوخات يدوخونا في الطلبات اللي يطلبونها. ليش؟ لأنه ما قاعد يستخدمون. يا جماعة في تكنولوجيا والله تريح المواطن وتريح الموظف، تريح الدولة وتسهل الأمور وتيسرها وتخلصها، وخلوا هذا البرامج يعني مفتوح 24 ساعة. المواطن بيخلص معاملته والله الساعة 1 الفجر، الساعة 5 الفجر، الساعة العصر، المغرب، ما عنده مشكلة. التكنولوجيا هذه 24 ساعة ممكن انك تدش وتطلب الخدمة المطلوبة وتنفذ وينتهي الأمر في هذا الجانب، وتسهل أمور كثيرة وتخفف حتى الأعباء الحكومة. لكن المشكلة مثل ما قلنا هناك عقبات كبيرة في الجهاز الحكومي. أخي محمد، مجلس الوزراء دائما يطالب، ولكن الكل للأسف يعني الأجهزة الدولة أو من يمسك هذه الأجهزة من القيادات القديمة والمترهلة هي اللي يعني أنا أشوف أنها صخرة كؤود أمام هذا التطور. والله أنا بحثت عن هذه القضية لكن عجبني بيت أو بيتين. نعم. يقول: عجوز تمنت أن تكون فتية، وقد يبس الجنبان وحدود بالظهر، تروح إلى العطار تبقي شبابها. هل يصلح العطار أو هل يصلح العطار ما أفسده الدهر؟ ما يصلح طبعا، صحيح. الحكومة تبي بهذه الطريقة. أمنيات حدود بالظهر، عجوز انتهت شاخ الأمر، وتروح العطار تبي تروح شباب، تبي تعيد إلى شيء، تبي تكنولوجيا، تبي يعني تبي من القفزة إلى الجوانب الثورة التكنولوجية. النبي وين؟ طيب أنت وضعك سبعينات، أنت دور ولا زالت تعين الناس القيادات هم ما نبي يلي 35 سنة ما نبي. أنت بتذهب إلى العطار، تبي تذهب إلى علاج من العطار، وتبي شباب، وفي نفس الوقت أنت القطار انتهى. ففعلا هذا البيتين قاعد يقيم اللي قاعد يصير حالنا. طلعت شاعر والله. لا والله مو شاعر، مطلع البيت سارقها. لا مشيها. لا هو بيتين اساسا يقول لك مشهور هذا الشعر. لا يصلح العطار ما افسده الدار. نعم صحيح. التالب محمد، القضيه قضيه خطيره.
أنت الآن جراح تريد أن تعالج القضية، عالج مفاصلها من البداية. إيه مو تذهب تفتح البطن المريض ويعني وتفرج. تريد أيوة التفرج، تقول والله صدق عنده صمام سكر. ندري وبطلته عشان المفروض في صمام، أنت الآن هي وقت العلاج، ما يعالج يسكر شنو هذا الجراح، خلاص سكر وضعه، جاء جراح ثاني قال خلنا نبطل، يعني شغل ما في علاج. فبالتالي أعتقد أبو محمد قضية يعني تفعيل المراسلات الإلكترونية بالوزارات والمؤسسات لسرعة التواصل. شوف الحين اجتماعات مجلس الوزراء باحترامنا الشديد للكثير من القيادات اللي يتم يعني تعيينها في، طبعا أنتم لا بتلاحظين كل فترة وكلاء 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 وهيئات والأمور هذه. سمعتوا بيوم من الأيام عرفتوا آلية معينة لاختيار هذا هؤلاء الوكلاء أو الوكلاء المساعدين أو كذلك رؤساء الهيئات العامة اللي قاعد تقرر، سمعتوا يا جماعة أبدا فجأة مجلس وزراء ولا فلان أقروه ولا فلان أقروه؟ طيب شنو الآلية؟ شنو الطريقة؟ سهلة واو فتامين واو؟ إيه؟ يا ما في آلية لاختيار القيادات في الدولة، ما فيها أي عدالة، كل يوم اسمع طالع ما ندري شلون طلعت. خلنا يعني اوكي يعني بلعناها هذه يعني مو شيء جديد، زين على الاقل اختاروا على الاقل الشباب. انتم نفس الشيء قلتوا يا جماعه ما نبي القيادات اللي 35 و30 سنه توكل على تقاعد، انتم قاعد تجيبوا القيادات اللي 35 سنه و40 سنه و50 سنه وتحطونها في مناصب قياديه كذلك، وتبي تطبق الحكومه الالكترونيه، شلون يصير هذا الامر؟ للاسف مجلس الوزراء قاعد يناقض نفسه بنفسه في هذا الجانب. وبالتالي احنا نتساءل ونطلب يا جماعة القيادات اللي كل يوم قاعد تعين، إيش السالفة يعني؟ يعني الشعب الكويتي الآخر الكل قاعد يتفرج الآن، ما لهم نصيب يعني؟ يعني المواطنين الكويتيين والناس المجتهدين والناس اللي تتعب على أنفسها ما لهم دور إذا ما عنده فيتامين واو وما عنده واسطة راح يبقى مكانك راوح؟ أخ محمد أمر فعلا يعني مريب جدا. في الدول الأخرى أخ محمد المناصب القيادية وكلاء وكلاء مساعدين مدراء هذا ما تكون بالطريقة هذه، فجأة يطلع مجلس وزراء يجتمع ويعتمد، لا يكون هناك إعلان ويرشح فلان وفلان وفلان وثلاث أو أربع خمس شخصيات وتتم مفاضلة بينهم داخل هذه الجهة وشيء بشفافية يعني، وبالتالي يتم اختيار الأفضل كفاءة. أما بالطريقة إحنا فجأة ولا طالع لواحد كل يوم مجلس وزراء ما شاء الله أكثر ما يقر كل يوم وكلاء وكلاء مساعدين مدراء هيئات بالطريقة هذه. بالتالي يعني هي القضية يمكن لو نتحدث عنها ما راح يسعنا الوقت، لكن أعتقد بأن قضية أبو محمد الواسطة أصبحت هي ديدن كل الحين. أي واحد بيروح المراجع يقول من اللي هناك يا الربع حد يعرف في الخدمة في القضية شنو قضيتك؟ والله أنا موضوعي سهل، شيء قلب يعجني أبي يعني يتواخى الموضوع هذا. فأي موضوع حطوا فيه قوانين مقيدة واشتغل يا واسطة، ليش فكك فتشنا على الناس؟ ليش اللي قاعد يصير يعني؟ لو تأتي في جميع الأماكن لازم واسطة، ولو تروح لها بدون واسطة يمكن تخلص أحسن. لكن تعود الإنسان، وهذا القضية الخطيرة حتى في طريقة المعاملات أي مراسلات، وهي قضية يعني إنجاز الخدمات الحكومية. أعتقد محمد هذه القضية يعني للاستهلاك الإعلامي فقط، حطه بس ما شيء نعم حد هذا المسؤول. لكن والله ودهم بس ما في مجال أخي محمد، ودهم المجلس الوزراء أن الأمور تتطور بشكل هذا، لكن مثل اللي قاعد يعني يحفر ويدفن بنفس اللحظة، يحفر ويدفن، هذا قاعد يسوي مجلس الوزراء، يطالب بالتكنولوجيا وبنفس الوقت قاعد يعط قيادات عفى عليها الزمن، وبالتالي شلون يعني الموازنة بين قيادات وبين تكنولوجيا متطلب، قيادات عفى عليها الزمن جاءتت عن طريق الواسطة تنزل بالبرشوتات وأنتم تطالبون بالتكنولوجيا والتطوير، لا يمكن يكون هذا الأمر. حتى هذه القيادات أساسا اللي قاعد تصير ولا راح يكون عن طريق من اللي وصلها، الحزب اللي وصلها راح يكون ولاء للحزب، تيار راح يكون للتيار، القبيلة القبيلة، العائلة العائلة، الطائفة الطائفة، وبالتالي لن يكون ولاء ما له شغل في الحكومة ولا غير الحكومة، أهم شيء ولاء اللي وصلني وهو اللي راح يضمن بقائي في هذا المنصب متى ما خضعت له ومتى ما جبت الناس المحسوبين عليه وحطيتهم وعطيتهم القيادة أعطيتهم المناصب ووزعت بينهم يعني المهمات الرسمية والمكافآت بين الناس اللي تنتمي إلى سواء تيار أو حزب أو قبيلة أو عائلة أو طائفة. وبالتالي للأسف الشديد دمرنا وأرهقنا الإدارات الحكومية بالتعيينات اللي تتم عن طريق المحسوبية والواسطة. إذا كان هناك فعلا من إصلاح يجب أن يبدأ من سلم التعيينات في المناصب القيادية، يجب أن يكون فعلا عن طريق قانون شفاف لا يمكن أن يخترق أي شخص مهما على ومهما يعني نزل قيمته إلا عن طريق الكفاءة والشهادة وعمله فقط. أما والله ينتمي لفلان أو علان، هذا الأمر هو اللي أرهق وأثر ودمر الإدارات الحكومية. ننتقل إلى عالم اليوم ونشوف عناوينها. خلفان يطالب بضم قطر للإمارات، هذا عنوان عالم اليوم. شيخ أبو ظبي مارس سلطته على قطر قبل آل ثاني ويجب عودة الفرع إلى الأصل، الإماراتيون هم أول من أطلق اسم الدوحة على العاصمة.
عنوان آخر، أردوغان يحتفل بالنصر ويتوعد الخونة، حان الوقت لتطهير تركيا. الكندري يهدد باستجواب الحمود. ومجلس وزراء اتهامات الأمريكية للعمل الخيري غير صحيحة، جدد الثقة في الوزير العجمي وأكد رفض الإرهاب وتكشيف منابعه. الإبراهيم مشروع الزور استوفى جميع إجراءاته. 11 مليار دينار الفائض المتوقع في الميزانية، ارتفاع الإيرادات غير نفطية بواقع 23%. والكندري يهدد باستجواب الحمود إذا لم ينتقل من خندق المحسوبية والتصفيات. تعديل قانون المعاقين يشمل البدون. وضوء الأخضر عنوان آخر الكليب، الديوان الأميري المشرف على مناقصات مستشفى الجهراء وليس الأشغال. الرئيس التركي عبد الله جول يبدأ يزور البلاد اليوم. هذه عناوين جريدة عالم اليوم. أخ محمد، أنا بس يعني أنا عندي استغراب أمانة العنوان عالم اليوم، يعني عنوان عالم اليوم يتعلق بموضوع تغريد. يعني في هناك يعني حرب إعلامية، أنت عارف، بين الآن بين الدول الثلاث اللي هي السعودية والإمارات والبحرين تجاه قطر، ويمكن أكثر شيء في حملة صايرة بين الإمارات الإعلامية وبين قطر. لكن شيء غريب عالم اليوم عنوان رئيسي يعني لتغريدات عالم اليوم. أنا مستغرب يعني هل فعلا يستحق هذا الأمر يكون هو منشئ رئيسي لجيت عالم اليوم وعلامات استفهام وكذا في هذا الموضوع؟ لا، أنا أعتقد فعلا ما يرتقي، لكن هو يضع كخبر يعني، لكن هو تسليط الضوء على خلفان، قصد منه بأن هنالك مقابلة يعني لخلفان، وأن قضيته عن صدام وتحدث عن صدام وبعدين تحدث في قناة فضائية اللي على ضوء برر هذه الموضوع أو هذا تداعيات هذه القضية. بالتالي لكن أنا لم أجد أن هنالك جانب يعني مهم في خلفان لأن يسلط الضوء. يمكن الخبر خبر قطري مثلا، لو نقول مثلا إن عالم اليوم جريدة قطرية ففعل يحق له. نعم صحيح. لكن كشان كويتي كان من الأولى أن يضع له خبر، لكن لا يصل. نعم. أنا هذا استغرابي أمانة. نعم. هذا استغرابي يعني العنوان، يعني مثل ما قلت لو كان صحيفة قطرية ممكن يعني، لكن الاهتمام بهذا الشكل وإبراز يعني تغريدات ضاحي خلفان ضد قطر، هذه هي الغريبة في الأمر والمستغرب من جهة عالم اليوم. أي، فبالتالي أعتقد محمد بأن القضية كانت تحتاج إلى خبر بسيط، ولا يحتاج الثمانية عمود يعني يحتاج إلى خبر محلي. أنا أعتقد يعني مجلس وزراء عندك خبر تقدر تحطه يعني مانشيت، الإبراهيم يقدر يصير مانشيت مثلا. قاعد أقول لك من ضمن الأخبار الأولى يعني الكندري يهدد باستجواب الحمود هم بعد يصير مانشيت أو يعني خبر. الخبر يشعرك بأن عالم اليوم لا مع لا قطر ضد الإمارات كأنه صحيح؟ لا لا، يعني تخدم الخبر للقطر، يعني كان الخبر هو خبر قطري أو شان قطري يعني اهتمت فيه عالم اليوم وصعدته إلى ثمانية عمود. وهذا أعتقد يعني ما يصير، هو تغريدات فعلا. إحنا ممكن أنا قد أختلف وقد أتفق مع هذا الخبر، لكن في كل الحالتين لا يصلني أصل فيه إلى ثمانية عمود. طيب نذهب إلى جريدة النهار. وزير الأوقاف براءة أكد للحكومة أن مزاعم وزارة الخزانة لا تستند إلى أدلة موثقة. مجلس الوزراء نجدد الثقة في العجمي ونرفض الاتهامات الأمريكية. إلغاء مناقصة مستشفى الجهراء واعتبار الشركة الفائزة منسحبة، والمحاسبة يراقب وهو عليل. والخضر نائب للرئيس الركان ومجلس أعلى للطيران. الإبراهيم مشروع محطة الزور استوفى جميع الإجراءات القانونية. السفير فولو فارت 40,000 كويتي زاروا ألمانيا العام الماضي. رشيد العمير، التدخلات السياسية في القطاع النفطي أفسدت مشاريع عملاقة. هذه تقريبا هي يعني عناوين جريدة النهار. طيب الأنباء أمامي عنوانها يقول تنسيق نيابي الإقرار 75 دينار لعائلة الأولاد، اجتماع بين النواب يعقد على هامش جلسة اليوم للتصويت على المقترح والغاء ما جاء في تقرير اللجنة المالية. وعناوين أخرى 35% فوائض الحساب الجاري خلال السنوات العشر الأخيرة، ووزير المالية يلقي بيانا عن الحالة المالية، وثلاث سيناريوهات للحكومة منها الإعاز لنواب بطلب التأجيل التصويت لارتباطها بوصول رئيس التركي. تشكيل أعلى للطيران وترقية 9 مسؤولين بالشؤون والقوى العاملة والإعاقة. ترقية اللواء محمد الخضر للفريق وتعيينه نائب رئيس الركان، والهويدي نائبا لمدير عام الشباب والرياضة. وفتح باب تصاريح العمل أول مايو وإغلاق باب التحويل الزيارة نهائيا. اعتماد الدرجات باختيار 70 موظفا في بنك الائتمان. والإبراهيم يعتمد ترقية 1513 موظفا في الكهرباء بالاختيار
أكد حرص الوزارة على تخفيف معاناة المواطنين بإيصال الخدمة إليهم. السمحان يطالب الشؤون بحل اتحاد الجمعيات وتعيين مدير لحين إجراء الانتخابات، تشكيل مجلس إدارة مؤقت حتى إجراء انتخابات جمعية الشفافية والكندري، أكثر من 20 مليون دينار للإجازات المرضية غير مستحقة للمواطنين. هذه أبرز العناوين. أخ محمد، رئيس اتحاد الجمعيات التعاونية يعني طالب بحل اتحاد الجمعيات، وقال أن هذا المطالب تغييرات الحاصل على مجالس إدارة الجمعيات وانعكاس ذلك سلبا على إدارة الاتحاد، مؤكدا صيروت الاتحاد إلى إدارة معينة وظروف غير مواتية ويجب بعد أن فرضتها يعني كما يقول قانون الجمعيات التعاونية. لماذا الآن رئيس الاتحاد يطلب بحل الاتحاد وهناك يعني انتخابات كل سنة، كل تقريبا فترة معينة تصير انتخابات الآن وفق القانون الجديد، وبالتالي يشكل الاتحاد، لماذا الآن يرفض ويطالب بحل من الآن؟ أعتقد بأنه يمكن هو يعني سمحان من الأشخاص الذين كان يرفض يعني الصوت الواحد في إدارة الجمعيات أو انتخابات الجمعيات، بالتالي أعتقد بأن قضية حل الاتحاد التعاونيات وتعيين يعني مدير لحين إجراء انتخابات، أعتقد بأن القضية هذه سابقة لأوانها، والدليل على ذلك بأن الاتحاد أتى وشكل بالصوت الواحد أعتقد راح يختلف عن الاتحاد الحالي، فيعني دعواه دائما في هذا الاتجاه وفي هذا السياق. طيب الوطن، عناوين الوطن، علاوة الأولاد اليوم 50 65 75 دينار، توقعات ما يدرون يعني. المجلس يحاول اليوم إقناع الحكومة بالزيادة، وزير المالية يوضح أسباب التحفظ ومطالبات نيابية بزيادتها 25 دينار. عنوان آخر، العدساني عن التصريح المنسوب إليه: لم أعلن استجواب وزير المالية، وهل الحكومة قادرة على توزيع 12000 وحدة هذا العام؟ عبد الله، التوصيف الوظيفي والكوادر والمكافأة نهاية الخدمة يعالج ديوان الخدمة بعشوائية. إخوان الكويت احتفلوا بفوز أردوغان والسعدون صفعة للدولارات النفطية، حدث تشيد بنجاح حزبه وبإنجازاته. محمد الدلال، إن تعلم تركيا أهمية القيادة الأمينة. جمال الحربش، عرفنا لماذا انقلبوا على مرسي، فنجاح نهايتهم الأبدية. أسامة الشاهين، صفعة رابعة لخلية دحلان وخلفان، وفلاح سواق أنها دروس وعبر تركيا. خول عتيجي، أردوغان قدم صورة جيدة للإسلاميين وفوزه سينعكس على المنطقة. ما أدري يعني شنو السبب الاهتمام الكبير أخ محمد بفوز أردوغان. أردوغان يعني فاز في حزبه في تركيا، تركيا معروفة دولة علمانية، سواء نجح حزب إسلامي ولا حزب سلفي دستورة، ولا حزب علماني، دستورة علماني ما بيروح وتعال يعني، لن يقدم شيئا ولا يؤخر شيء. وشيء غريب، البعض للأسف عندنا أخ محمد ما أخذت العاطفة يعني، حيل يعني مثل الأخوة في حدث والأخوة في جماعة الأخوان المسلمين فرحانين بشكل مو طبيعي، وكأنه يعني فوز أردوغان سيغير المنطقة. ما أردوغان من 2002 هو أساسا قاعد ينجح في الانتخابات، يوم إحنا 2014 يعني صار تقريبا ليش ب 12 سنة، شو اللي غير في المنطقة ولا أي تأثير أثر يعني علينا؟ لن يؤثر، وبالعكس فعلا قد يكون هو حقق نجاحات اقتصادية لتركيا، هذا شيء طبيعي، لكن لا ننسى ولا نتناسى أن النظام في تركيا نظام علماني. أتكلم عن الإسلاميين الآن اللي قاعد يفتخرون بالفوز، وأن كأن فتح مبين، وأن كأن الخلافة الإسلامية ستقوم في تركيا بعد النجاح، مو صحيح الكلام هذا. دولة علمانية تركيا للنخاع دولة علمانية، فبالتالي نجح حزب أردوغان اللي ينتمي الإخوان المسلمين، أو حتى لو نجح أي حزب سلفي متشدد، لن يغير شيئا في تركيا، لأن الدستور عندهم يعني علماني بحت، هم يعملون وفق هذا الدستور العلماني، وبالتالي لن يستطيع أن يغيروا أي أمور تتعلق في هذا الدستور. فيبدو أخ محمد هذا الانفعال والفرحة يمكن هو ردة فعل على اللي حصل يعني في مصر وبين دول الخليج وبين قطر، يمكن فاعتقدوا يعني أن هذا الأمر يعني تفريق شوي الضغط اللي حاصل على حدث والإخوان المسلمين في المنطقة في الخليج وفي مصر كذلك. أعتقد محمد بأن قضية يعني فوز أردوغان من عدمه، هذه قضية يعني سياسات هو يعني يطبقها، وبالتالي نجاحه من عدمه شيء آخر، لكن هل فعلا أردوغان يعني سيطبق سياسة حزبه يعني الإسلامية في جميع قوانين تركيا؟ الكلام هذا غير صحيح. طيب شنو الفرحة؟ شنو سببها؟ شنو تعزي هذا الفرحة؟ يعني أنا أبين لك، يعني اليوم أردوغان محتاج إلى يعني بصيص نصر، حتى لو كان ذلك النصر على حساب يعني تنازلات لدى أردوغان. أردوغان يعني شخص أغلق تويتر وبدأ يتنازل عن قضايا عدة يعني يؤمن فيها
يعني الدستور كذلك والحريات ودعاة الحريات يعني يرفض إغلاق مثل هذا الجانب. ولو هذا القضية طبقت في أي مكان لوجدوا هنالك من يطنطن عليها. بالتالي اعتقد أردوغان اليوم مقبل على تنازلات وهو تنازل عن اشياء كثيره لنجاحه على سبيل بان هنالك انتصار نشوه انتصار للاسلاميين. لكن انظر ماذا سيقدم يعني أردوغان لتركيا على الجانب التركي. فحزب العداله والتنميه مقبل على يعني اخفاقات, وهو يجد نفسه بأن تنازله في هذه الجزئية أو سقوطه في هذه الجزئية سيعني سيتقهقر حزبه وسمعته يعني العالمية. يعني نفس الشيء يعني أخي محمد, إحنا شفنا يعني تونس مثلا كان حزب النهضة هو حزب إسلامي ينتمي للإخوان المسلمين, وكان هناك يعني البعض كان فرحان جدا في نجاحه في الانتخابات وغرار الدستور. لما شفنا الدستور ولا الدستور اساسا يحث على موضوع العلمانيه والفصل وامور كثيره جدا يعني, وبالتالي لم يقير شيئا نجاح حزب النهضه في تونس ابدا. الوضع مكانك راوح اساسا, ويمكن يعني قاعد يدعو وماشي على طريق العلمانيه وعلى طريق التغريب الغربي بشكله الصارخ يعني, ولم يستطع حتى تغيير شيء. وبالعكس الدستور اللي اقروه في تونس يمكن اشد يعني تطرفا وعلمانية من الدساتير السابقة. وبالتالي البعض يعني للأسف تأخذ الحماس ويعتقد والله حزب إسلامي وعمل لازم نعرف الواقع ونعرف الحقيقة ماذا قدم. هل فعلا هو فقط بس الاسم شعار إسلامي يعني؟ نبي حنا على العمل, ماذا قدم هذا الحزب أو ذاك الحزب؟ مجرد هو الاستفادة وأخذ المناصب في الحكم والاستفادة من الحكم وبس شعاري أنا إسلامي وبس؟ هذا هو هل هدف عشان الناس تصوت له لما أنجح ما أشوف أي شيء إسلامي؟ هذا قاعد يحصل في تونس وحصل الآن في تركيا. وبالتالي أعتقد الفرحة هذه نوعا ما مبالغ فيها وفيها بساطة جدا وتبسيط الأمور, وكأن الأمر حاصل يعني كأن فتح إسلامي كبير حاصل في تركيا ولا حاصل في تونس, والأمر أسوأ بكثير مما يتصور بالنسبة بين قوسين للتيارات الإسلامية اللي فرحت في هذا الأمر. التربية يقول الدوام المدرسي 7 صباحا لتخفيف الزحام المروري في استطلاع بيسوون هذا الأمر. أنا ما مؤيد هذا الكلام 100%. اللي هو محمد دوام الساعة 7 ما نبي 7:30. لا لا لا, لا, لا بعرف ليش أنت أيدت الساعة 7. الساعة 7 يعني أساسا أول شيء النبي صلى الله عليه وسلم يعني قال البركة في البكور. في البكور أول شيء البركة في البكور. يعني 7:30 ليش؟ النص ساعة هذا شو الهدف منها؟ يعني الساعة 7 المفروض الناس كلها راح الوزارات أساسا الساعة 7, خلاص قط أولادك وتوكل على الله روح دوامك. وبالتالي النص ساعه هذه شو الفائده منها؟ انا ما نعرف شو الفائده منها. يعني انت تاخرك اساسا, اغلب الناس اغلب الموظفين اخ محمد يذهب المدرسه يقطع عياله 7:15 7:30 على ما يوصل للدوام الا الساعه 8:30. وبالتالي النص ساعه ما فرقت معنا. اول شيء تخفف الازدحام وتخفف الاعباء وتخفف نوعا ما ما يكون كل العالم في وقت واحد. انت اوكي انت مع الدوام الساعه 7 لكن الطلعه هم بعد يعني. لا ما لي شغل بالطلعه. انا لو يقولون بعد الساعه 6 انا مؤيد 6 صباحا الله يخليك طبعا تحب النوم شكلك. لا انا قصدي انه محمد لا ودك يبكرون اوكي بسبع لكن هم بعد الطلعه يكون 12. إيه ممكن هم اساسا هم المقترح انه تخف. يعني انت تذكر يعني عبد الفتاح العلي طلب هذا المقترح انه كان بيقسم المدارس والجامعه والتطبيقي عكس عن الدوامات بحيث يكون كل واحد بينهم فرق نص ساعه نص ساعه عشان تخف فتره الضرورة. احنا اللي قاعد يصير الكل يعني فتره واحده الموظفين طالعين قاطين عيالهم مدارس ورايحين الدوامات, الجامعه طالب الجامعه رايحين, التطبيق رايحين, الموظفين رايحين, فخلال فترة واحدة من 7:30 لـ8 الشوارع كلها مسكرة. وبالتالي نقدم شوي واعتقد ان بالنسبة للطلبة شيء جميل انه يكون يعني التبكير. اعتقد نص ساعة لن تفرق ابدا. يعني في دول خليجية الساعة 6:30 عندهم دوام مدارس, ما عندهم صيف شتاء بهذا الشكل يعني. 6:30 الساعة 6 زين؟ لا انا 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 مع 7 لكن 6:30 لا انا شكلك تبيها 9 انت بعد ما ودك الساعه 7. صدق ترى في اليابان هالشكل ها الساعه 9 اعتقد. يعني انا اذكر يعني في جامعه الكويت كان هنالك بحث يعني يعد بان الطلبه بان المدرسه يعني عندهم في اليابان ما ادري يقول ان الجانب التعليمي ليست له علاقه في البكور عندهم او في المساء. شنو يعني شنو يناسبك الطالب؟ يعني الطالب من اول ابتدائي نفس الجدول الجامعي شنو يناسبك؟ 9 شنو الجدول اللي انت حطه عندك مواد الشكل فيحط لك ترتيب لك من 9 الى كذا لكن تتحمل من 9 الى 4 مساء تتحمل هذه الفتره يطول الفتره. فبالتالي لقصت منه انا يعني انا ضد قضيه شوف في التربيه بالذات ضد قضيه ان الشعر له علاقه الشعر للطلبه إيه؟ له علاقه في التربيه. انا اعتقد ما له علاقه. انا هنا عاد راح اخالفك 180 درجه ما عليه زين وما بقى عندي وقت. هذه اسمها وزاره التربيه قبل ان تكون وزاره التعليم معناتها وزاره التربيه
ركز على المنفردة. يعني في دول خليجية كانت اسمها وزارة المعارف غيروها لوزارة التربية، لأن المعنى قوي جدا. التربية مو بس أنا قاعد أعلمك، أنا قاعد أربي وقاعد أعلم الاثنين، وهذا أخطر كثير باسم هذه التربية. المسمى ترى شامل. عموما ما عندنا وقت أخي محمد، نناقشها بكرة إن شاء الله الموضوع. لا الحين بعد الهواء. بعد الهواء إذا بيعطيني المخرج وقت ما عندي مشكلة. بعد الهواء. بعد الهواء خلاص توكل على الله. أنا فاضي. نشوف كاركتير الشاهد. تعليقك على هذا الكاركتير، المشكلة الإسكانية. أبو يعني هي يبدو متورط فيها. لا فعلا فعلا هي سيغرق يعني. هي شيء كلبشته فعلا. لكن بالأخير هو يعني سيخرج من هذه القضية، وتبقى القضية قضية أزمة بلد. نعم يعني تقريبا نشوف كاركتير القبس. أبي القبس. القبس إيه كذبة إبريل ترى. ها يعني للأسف الشديد السلام. يعني من 1/4 يعني هذه يبدو الكذب. كذبة يعني أساسا مأخوذة من يعني الحضارة الغربية وانتشرت عندنا وصار الكذب، رغم أن يعني هذا فيه نهي. نحن ديننا الإسلامي ينهى عن الكذب. ما في كذبة بيضاء ولا كذبة سوداء، كلها محرم وغير جائز. وكفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. يعني فبالتالي الكذبة هي يعني محرمة. ونتمنى فعلا لا كل مو كل شيء نبي نقلد الآخرين في هذا الموضوع، ونبتعد عن ما يسمى بكذبة إبريل اللي أساسا أخذت من الحضارة الإغريقية والرومانية يعني الوثنية القديمة. هذه الكذبة وانتشرت واستمرت إلى هذا اليوم، انتقلت إلى الدول الإسلامية والعربية. هذه لا هي من عاداتنا ولا من تقاليدنا، ولا هي أساسا كذلك من قيمنا، ولا هي من حضارتنا. محمد العجمي شكرا جزيلا لك. العفو محمد. مشاهدينا الكرام وصلنا معكم لختام حلقتنا لهذا اليوم، آملا أن تكونوا قد استمتعتوا معنا. نراكم إن شاء الله بالقدس. سبحانك الله وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.